فتحت البوابات وانطلقت الجياد والأفراس المنتجة محليا عمر 4 سنوات فأكثر مفتوح لجميع الدرجات في شوطنا الثالث على بركة الله تعالى على جائزة النادي التقديرية. 10 رؤوس تتنافس في هذا الشوط، الشوط الثالث، والتقدم للا شك الآن في المركز الأول مع محاولات تشاهدها لعداس في المركز الثاني في هذه اللحظات، ومن الخارج إسفهل يحاول كذلك، والتقدم لا زال للا شك رقم 2 لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز مع بداية هذا الشوط، والمرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط عداس يحاول في المركز الثاني، ابن الأجدر مع محاولات في المركز الثالث لإسفهل من الخارج بقيادة كاميلو إسبينا، والقيادة ليوسف الحصين بقيادة لا شك الآن في المركز الأول مع محاولات من روبرتو بيريز الذي يقود عداس المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط للتقدم للمركز الأول في هذه اللحظات، والحلول بالمركز الثاني مع محاولات من إسفهل في المركز الثالث، والمحاولات تأتي من البقية، بقية الجياد المشاركة في هذا الشوط المحاولة في الحصول على جائزة النادي التقديرية المنعطف قبل الأخير في هذه اللحظات مع التنافس المثير بين الثلاثي إسفهل لا شك عداس. الآن التقدم لعداس في هذه اللحظات بالمركز الأول وكذلك إسفهل في المركز الثاني، والتأخر للا شك في المركز الثالث في هذه اللحظات مع الاقتراب من المنعطف الأخير في هذه اللحظة، والتقدم للثلاثي عداس إسفهل لا شك في هذه اللحظات، عداس يتقدم بكل قوة في هذه اللحظة مع محاولات من إسفهل المنعطف الأخير، بداية الخط المستقيم إسفهل يتقدم، عداس يحاول أن يحافظ على المركز الأول المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط عداس، عداس يتقدم بكل قوة مع محاولات الآن من غرثوب من الخارج، غرثوب يدخل الآن، غرثوب ابن موفق الآن يدخل بقيادة محمد سعيد للمركز الأول والحصول على جائزة النادي التقديرية. إذن ألف مبروك، دخول مميز من غرثوب رقم 5 ل